اهلا بكل الامهات اللي بتتفرج علينا. المره دي محضرين مفاجاه جميله قوي لكل ام حامل او ام لاول مره او حتى كمان لتاني مره. سلسله من الفيديوهات عن الرضاعه الطبيعيه هتكون برعايه ميدلا، هتقدم كل المشاكل اللي بتواجه اي ام وكمان الحلول ليها. مفيش ام ما تقدرش ترضع طبيعي، دايما تقدري، ناقصك بس انك تعوزي وتنوي، واحنا هنساعدك في الفيديوهات دي. في الفيديوهات دي هساعدك انك اقدم لك كل النصايح اللي انت محتاجاها علشان رضاعه طبيعيه سهله وناجحه وسليمه وممتعه، وازاي تقدري تستمتعي بامومتك كامله مع ابنك وما تحرميش ابنك من اي فايده طبيعيه، وتفتكري دايما اللحظات دي طول العمر وهو كمان هيفتكرها لحد ما يكبر.